عادي بتاعت بطيخ. حلو بطيخ لا حمرا. ايوه ماشي ماشي. جبت له المره اللي فاتت التالت دي كانت وحشه قوي بينا بلا عايزه عاديه. بقول لك انا وحشه بس هو حر ماشي. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوف الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة حسن مصطفى ونقل جيم 2 مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر لكرة السلة موسم 2021 موسم 2022. تشكيل الفريتين اليوم: عمرو زهران رقم 0، عمر عزب رقم 3 من نادي الاهلي، ايهاب امين رقم 4، عمرو الجندي رقم 5، مروان سرحان رقم 6، سيف سمير رقم 8، ابراهيم الجمال 9، الكابتن ومودي الجرحي رقم 10، احمد مهيب رقم 14، مايكل تومسون 22، عبد الله ناصر 34، عمر طارق 55. ده تشكيل النادي الاهلي والقياده الفنيه للسنيور جوستي جولبي بوش. خارج القائمة اليوم للإصابة أحمد إسماعيل ومحمد أبو النصر. لا تشكيل نادي الأهلي. أما تشكيل نادي الاتحاد السكندري فمكون من أحمد عادل دولة رقم 0، إسماعيل أحمد الكابيتان ورقم 1، مصطفى عصام فودة 4، هيثم كمال 6، مؤمن دوجا 7، ميدو طه 9، يوسف شوشة 12، الصباغ أحمد 13، أحمد أبو العلا بيبو 14، ياسر صالح 20، علي محمد 42، واخيرا حاتم البحيري 77. القياده الفنيه للكوتش احمد مرعي خارج القائمه اليوم. لسه هيوصل لنا الخبر دلوقتي حالا المحترف كوري اوفستر وادهم الصباغ ورامي ابراهيم كوري اوفستر للاصابه. سلامات على كل لاعبينا المصابين. جيم 2 النهارده اليوم الثاني في نهائي احداث دوري السوبر، وجيم 2 زي ما قلنا لحضراتكم حكام اللقاء النهارده زي ما قال كابتن هيثم الكسندر جيليسيتش السربي وادمير زواربوفيتش البوسني وعلي ابو علو المصري. انتهت احداث الجيم 1 زي ما زعنا لحضراتكم بتقدم وفوز نادي الاتحاد السكندري على النادي الاهلي في جيم 1، ويمكن في الاستوديو التحليلي استعرضوا كافه الارقام والاحصائيات اللي حدثت داخل احداث الجيم 1. النهارده ان شاء الله جيم 2 مباراه صعبه على الفرقتين. الاتحاد عايز يكمل ويخليها 2-0، الاهلي عايز يعود الى نقطه الصفر ويخليها 1-1 ونبدا من اول وجديد. يا ترى ايه ماذا يخبي كلا من اوجستي بوش واحمد مرعي لكل فريق؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، والاستعدادات الاخيره لطاقم التحكيم والتعليمات الفنيه الاخيره للكوتش اوجستي والكوتش احمد مرعي. الكسندر جيليسيتش ده اللي قدامنا، ده الحكم الاول وتعليمات كوتش احمد مرعي. زي ما قلنا لحضراتكم فكر حضراتكم تاني، خارج القائمه النهارده بسبب الاصابه احمد اسماعيل وابو النصر من النادي الاهلي، اما قائمه نادي الاتحاد خارج القائمه هو المحترف كوري اوبستر ايضا المصاب وادم الصباغ ورامي ابراهيم. خلال احداث المباراه هنقول لكم بعض الاحصائيات اللي هنتابعها من خلال احداث كل كوارتر، لكن تعالوا نبدا النهارده بالستارت لاين اب للنادي الاهلي. عمر طارق، مروان سرحان، عمرو زهران، مايكل تومسون، وايهاب امين. اما نادي الاتحاد دوله وشوشه، ياسر صالح، هيثم كمال، واسماعيل احمد. ده الستارت لاين اب للنادي الاهلي، وده ايضا الستارت لاين اب لنادي الاتحاد. الكسندر جيليسيتش على الجامبول، والجامبول ما بين هيثم كمال وعمر طارق.
على بركة الله. ثواني ونبدأ أحداث جيم 2 والكوارتر الأول وكرة القفز أو الجامبول الوحيدة في المباراة. على بركة الله بدأ الجامبول والحيازة أهلاوية. مايكل تومسون يبدأ الهجمة للنادي الأهلي. مايكل مان تو مان نادي الاتحاد، أو عفوا 1-2-2 زون ديفنس نادي الاتحاد. إيهاب أمين لمايكل تومسون مرة تانية. مروان سرحان درايف بالميدل رايح لكن ما بنجحش في التسجيل، يلم إسماعيل. هنا في جامبول والحيازة على طول ما بين هيثم كمال وعمر طارق. الحيازة التحدوية ألكسندر جيليسيتش يحتسب الحيازة لنادي الأهلي. جامبول لنادي الاتحاد عفوا، جامبول والحيازة التحدوية. دولا يبدأ الملعب، سلم لهيثم كمال يعدي قبل الثمان ثواني. من تمن نادي الأهلي. إسماعيل لدولا مرة تانية. دولا لسه مع الكرة، ضغط عمرو زهران على يوسف شوشة، استلم يوسف شوشة حاول يعمل الدرايف يطلع كيك اوت لإسماعيل على الثري بوينت. إسماعيل أولى الثلاثيات لم ينجح في التسجيل. أوفنسيف ريباوند على طول من إيهاب أمين. إيهاب يسلم لمايكل تومسون، لإيهاب مرة تانية. مايكل لمروان سرحان، لإيهاب أمين. عمر طارق قطع له مروان سرحان يطلع كيك اوت لتومسون. تومسون لعمرو زهران، عمرو والدرايف عمرو، وصل عمرو لكن ينجح في إنه ياخد فاول. هنشوفه على مين؟ على يوسف شوشة. وأولى الأخطاء الشخصية على نادي الاتحاد بأوت سايد على طول، أو تو شوتس على طول لصالح النادي الأهلي. تو شوتس لصالح عمرو زهران على الفري ثرو الأول، لم ينجح عمرو في تسجيل الفري ثرو الأول. سبع المواجهات ما بين اوجوستي بوش واحمد مرعي، او الكوتش اوجوستي والكوتش احمد مرعي. الفري ثرو الثاني ينجح عمرو زهران في تسجيلها. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب عن طريق مايكل تومسون. يسلم اسماعيل، اسماعيل احمد من الاتحاد ياسر صالح. ياسر ودفاعات قويه من ايهاب امين. ياسر يسلم لهيثم كمال على كيك اوت. هيثم يهوش ويطلع كيك اوت لسمعه. سمعه من البيز لاين يقف ويطلع كيك اوت مره ثانيه، تخبط في ايد شوشه لكن يلحقها. لكن هنا كابتن علي ابو علو بيقول باك زون على طول لصالح نادي الاهلي. تيرن اوفر على نادي الاتحاد والحيازه اهلاويه. اوتسايد اهلاوي، مايكل تومسون هيطلع الاوت. مايكل لإيهاب امين لمايكل مره ثانيه. 8 نقاط المباراه الماضيه مايكل تومسون. سكيب باس كده من عمر طارق لعمرو زهران اللي بيطلع كيك اوت لإيهاب امين لكن ما بينجحش في التسجيل. 3 بوينت من إيهاب امين ما بينجحش في التسجيل، تتلم على طول. اسماعيل احمد يسلم لشوشه، شوشه يطلع كيك اوت لياسر صالح من البيز لاين. باصات سريعه توصل عند هيثم كمال في البيز لاين لكن ما بيشوط. يسلم لدولا 10 ثواني على انتهاء الهجمه، ودولا على 3 بوينت لكن اير بول. تومسون على طول يزق لعمرو زهران. عمرو يبدا الهجمه وفاول على يوسف شوشه. خطا الشخص الثاني او الفاول الثاني على يوسف شوشه. واوت سايد للصالح نادي الاهلي. مايكل تومسون هيطلع الاوت. مايكل يدور ويسلم لإيهاب امين. إيهاب يطلع عليه عمرو زهران. عمرو زهران يسيطر عليها وهنا في فاول، خطأ وفاول على يوسف شوشة. أيضا ثلاث فاولات على يوسف شوشة. أعتقد على طول كوتش مرعى هيسحبه، واحد من كي بلاير نادي الاتحاد. أعتقد على طول هيحصل تغيير حالا. وأوت سايد لصالح نادي زي ما قلت لحضراتكم. فعلا حصل تغيير، يوسف شوشة يخرج بعد ارتكابه ثلاث أخطاء شخصية في أقل من دقيقتين. ينزل مكانه ميدو طه من نادي الاتحاد. أوت سايد أهلاوي وثلاث أخطاء شخصية على فريق الاتحاد. عمرو زهران يطلع الاوت لمايكل تومسون. مايكل يبدا الهجمه. مايكل يوسع ملعبه، واخد السكرين من عمر طارق. عمر تحت الباسكت بيلف لكن بتتقطع منه وعلى طول بيخطف ميدو طه، او عفوا دولا. دولا يبدا الهجمه، يسلم لاسماعيل احمد. اسماعيل لهيثم كمال، باصات سريعه. هو رتم نادي الاتحاد. ياسر صالح يقلب على طول لميدو طه. ميدو لاسماعيل احمد. اسماعيل والباك بيفوت يحاول يعمل الدرايف يطلع الكيك اوت لهيثم كمال على الثري بوينت وينجح في تسجيل اولى النقاط نادي الاتحاد بعد مرور تقريبا دقيقتين و20 ثانيه
اول ثلاث نقاط واول نقاط المباراه لنادي الاتحاد. مايكل توبسون من الاهلي لعمرو زهران. عمرو اوبن شوت على 3 بوينت يرد سريع جدا عمرو زهران بثلاث نقاط كمان يوسع الفارق فرق نقطه لصالح النادي الاهلي. تقدم النادي الاهلي 4:37:20 على انتهاء الكوارتر الاول. ميدو طه ياخد سكرين من هيثم كمان يعمل الدرايف لكن يسلم دي ياسر صالح. دفاعات قويه من النادي الاهلي. اسماعيل معاه عمرو زهران. اسماعيل عايز يلعب واحد على واحد لسه. اسماعيل بيهوش بيلف بيروح لسه. دفاعات قويه من النادي الاهلي. هيثم كمان في اخر ثانيه قبل البزر يشوت 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران ديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لمايكل تومسون. مايكل لسه الكره مع مايكل لمروان سرحان. مروان على الاوبن شوت 3 بوينت لكن اير بول وتخبط في ايد ايهاب امين وبتطلع اوتسايد على النادي الاهلي. مروان سرحان وتعليمات من الكوتش اوجوستي وعمرو الجندي بيسخن خلف مقاعد البدلاء. 4-3 لصالح النادي الاهلي. 6:46 على انتهاء احداث الكوارتر الاول. دولا من الاتحاد بوينت جارد نادي الاتحاد. عمرو سهران زي عمرو الجندي عفوا. ياسر صالح. ياسر يسلم لاسماعيل. احمد اسماعيل او اسماعيل احمد توصل لمين في البيزلاين يعمل بنتريشن ويطلع لكن هنا في ايه في خطا شخصي هنا اعتقد على مروان سرحان رقم 6 اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. واوتسايد التحداوي. اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. دولا على التنفيذ الاوتسايد يسلم مع هيثم كمال لكن في غفله دفاعيه اسيست من هيثم كمال لياسر صالح ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح نادي الاتحاد. لو اللعبه اللي بعديها نشوف بس هيثم هنا ايهاب امين رجل بره ورجل جوه فعلى طول كابتن ادمر زواربوفيتش حسب اوتسايد على ايهاب امين على طول. 6:23 على انتهاء احداث الكوارتر الاول. سكرينات واوتسايد لصالح الاتحاد. دولا لسه الكره مع دولا يسلم لميدو طه ياخد سكرين من هيثم كمان حاول يعمل الدرايف يطلع كيك اوت لياسر صالح على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من عمر طارق. عمر يسلم لمايكل تومسون. مايكل لسه الكره مع مايكل ياخد سكرين من عمر طارق عايز ينزله ويلعب على الانسايد درايف على طول من عمرو زهران. عمرو ورايح عمرو لكن ما بينجحش في التسجيل. هيثم كمال ديفنسيف ريباوند يسلم لدولا يبدا الهجمه. دولا من الاتحاد. دولا لسه معاه كوره يسلم لياسر صالح تحت الباسكت لكن هنا في ايه في فاول على مايكل تومسون من النادي الاهلي. خطا شخصي وفاول على مايكل تومسون. ثلاث اخطاء شخصيه على النادي الاتحاد خطاين شخصيين على النادي الاهلي. اوجوستي بوش وتفكير عميق في احداث الكوارتر الاول. مايكل تومسون اللي قدامنا على الشاشه واولى الاخطاء الشخصيه وتو شوتس لياسر صالح. ياسر ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. ياسر على تنفيذ الفري ثرو الثاني. ياسر صالح اولى مواسمه مع نادي الاتحاد ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من عمر طارق بيسلم لمايكل تومسون. 2-2 في الفري ثرو ما بين الاهلي والاتحاد. واحده ان واحده اوت لكل فريق. عمرو زهران لمايكل تومسون. لعمرو زهران مره ثانيه. عمرو اخر 5 ثواني في 24 ثانيه واختراقات عمرو وينجح من بعيد بفلوتر شوت في تسجيل 2 بوينت على طول. نقطتين لصالح النادي الاهلي. 6-6 ويدرك التعادل. 4:48 ميدو طه والبنتريشن لميدو وبروعه كده ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول. ميدو طه لاعب نادي الاتحاد يبدا الهجمه. مايكل تومسون. مايكل لإيهاب أمين. لمايكل مرة ثانية. عمرو زهران لمايكل تومسون. إيهاب أمين في البيز لاين على 3 بوينت أوبن شوت وينجح إيهاب البوب. إيهاب أمين ينجح في تسجيل 3 بوينت ولا أروع لإيهاب أمين يجعل التقدم بفارق نقطة لصالح النادي الأهلي. 9-8 لصالح النادي الأهلي. إسماعيل لدولا لسه الكرة مع دولا وسويتشات توصل عند ميدو طه بنتريشن من البيز لاين يحاول يعدي لكن يطلع الكيك اوت توصل عند ياسر صالح وبلوك ولا اروع
بلوك شوت ولا اروع من ايهاب امين. على طول كرة اوت سايد لصالح النادي الاتحاد. تغيير في صفوف الاهلي، نزل عمرو الجندي وخرج مروان سرحان وحاتم البحيري مكان ياسر صالح. وحاتم البحيري اولى المشاركات، ما شاركش يمكن في الماتش المباراه الماضيه، لكن النهارده اول مشاركات في احداث الكورتر الاول. 4 دقائق 37 ثانية، 4 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. وادي اسماعيل بيشوط على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر طارق ديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل تومسون. مايكل يهدى بملعبه، مايكل لإيهاب امين، لمايكل مره ثانيه، لعمرو الجندي اللي لسه نازل. عمرو زهران يسلم تحت الباسكت، عايز يلعب واحد على واحد عمر طارق، لكن تتعمل الستيل على طول من هيثم كمال، يسلم لدوله بدوره على طول. دوله يبدا الهجمه لاسماعيل تحت الباسكت، للكيك اوت لحاتم بحيري اللي لسه نازل وعلى 3 بوينت اوبن شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول ايهاب امين ديفنسيف ريباوند ويسلم للجندي. عمرو الجندي السكيب باس على طول لمايكل تومسون، مايكل ودرايف من البيست لاين وبيعلي الكره لكن ما بينجحش في التسجيل. يخطف دوله على طول بالستيل ويروح على فاست بريك، يسلم لميدو طه، ميدو يحاول يعمل بنتريشن ويوصل لكن ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يروح ويسلم لايهاب امين. ايهاب يهدى على الملعب، ايهاب يسلم مايكل تومسون تحت فوق الملعب. عمرو الجندي، عمرو درايف، عمرو يطلع لايهاب امين على الثلاثة بونت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم حاتم البحيري، مباراة سريعة ومباراة قوية. دولا يطالب بالهدوء، يبدا الهجمة من اول وجديد. 8-8، 3 دقائق و20 ثانية، 16 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. ميدو طه لسه الكرة مع ميدو، ميدو حاول يعمل الدرايف من ناحية الشمال يوصل لكن في خطأ وفاول وكاونت والاند وان لميدو طه، والفاول على عمرو الجندي. عمرو الجندي فاول. وفي تغييرات في صفوف الاهلي، هيخرج عمر طارق وينزل سيف سمير، وهيخرج عمرو زهران وينزل احمد مهيب. خطا على عمرو الجندي زي ما حضراتكم شايفين. شكرا لمخرجنا علي عاده. وادي الاند وان لميدو طه. ميدو طه على تنفيذ الفري ثرو او الوان مور، ما نجحش في التسجيل. يلم على طول عمرو الجندي ويدي يسلم لتومسون، وتومسون يبدا الهجمه معاه حاتم البحيري ضاغط عليه. مايكل تومسون ياخذ سكرين من عمرو وسكرين ثاني من سيف سمير، لسه سيف تحت الباسكت، يسلم ليه احمد مهيب، يسلم سيف سمير ومعاه علي اللي نزل دلوقتي مكان هيثم كمال و لعب ولا اروع من سيف سمير، على طول يستخدم اللوحه ويرمي زي ما بيقولوا كده في الباسكت بيربي جسمه وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح النادي الاهلي. 10-10، والله هنشوف مباراه قويه زي المباراه لا تقل اثاره عن مباراه جيم 1. وادي السير روعه من ايهاب امين. ايهاب يبدا الهجمه. ايهاب هنا محتاج ايه؟ هنا في فاول على دوله، فاول وخطا شخصي على دوله، وهنا مصطفى صفوده بدلا من دوله، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. فاول على احمد عادل دوله، واوت سايد اهلاوي. عمرو الجندي هيطلع الاوت. مصطفى صنفوده مهمته هي عزل مايكل تومسون داخل الملعب. مايكل لسه معدي قبل الثمان ثواني، عدى مايكل، سلم لايهاب امين. ايهاب لسيف سمير تحت الباسكت، السكيب باس لعمرو الجندي. عمرو لسه معاه الكوره. عمرو ياخذ السكرين يسلم لمهيب، مهيب درايف بالبيس لاين ويوصل ولا اروع لعب ولا اروع ولا اقبل من مهيب، ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح النادي الاهلي. برشاقه ومرونه احمد مهيب يسجل في نقطتين كمان، يتراجع على التقدم اهلاوي بفرق نقطتين. علي محمد واحد من نجوم اللقاء المباراه الماضيه. هيثم كمال مخالفه الووكن وتيرن اوفر على نادي الاتحاد، ووك او مارشيه على نادي الاتحاد. ادمير زوار بوبوفيتش هو اللي حسب الووك، وفي تغيير في صفوف هنشوف مين اللي عمل التغيير. دقيقه 52 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ايهاب امين هو اللي هيعدي بالملعب. ايهاب بيبو هو اللي نزل مكان هيثم كمال.
لسه هاب امين معاه الكوره، ايهاب يطلع الكيك اوت، يقطع في السكه اسماعيل احمد او علي احمد، يسلم على طول لمصطفى الصنفوده، يبدا الهجمه مصطفى لميدو طه، سكرين من فيبو يقول له افتح الملعب، فتح الملعب فعلا واستلم، يقلب الملعب على طول لعلي، قطع له ميدو لكن قرر يسلم مصطفى الصنفوده، اخر خمس ثواني في زمن الهجمه، يقع مصطفى لسه الكره معاه، يسيطر عليها يروح على الباسكت، ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول من سيف سمير لمايكل تومسون، مايكل لسيف تحت الباسكت والهوك لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول بيبو من الاتحاد، مصطفى الصنفوده يطالب بالهدوء، اخر دقيقه في زمن احداث الكوارتر الاول لميدو طه، 55 ثانية ميدو لسه مع الكورة، يسلم لبيبو، بيبو على الأوبن شوت 3 بوينت ينجح في التسجيل، ثلاث نقاط لبيبو يعدل بيهم النتيجة بتقدم الاتحاد بفارق نقطة على النادي الأهلي، آخر 40 ثانية في زمن أحداث الكوارتر الأول، مايكل تومسون يسلم لإيهاب أمين، إيهاب ياخد السكرين يسلم مايكل تومسون، بساط سريعة تنتهي عند عمرو الجندي وعلى 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاها سيف سمير لكن ميدو طه ينجح في الديفنسيف ريباوند، ميدو لسه مع الكوره يسلم لفودع، فودع حاتم بحيري اخر 20 ثانيه بزمن احداث الكورتر الاول، علي محمد الهاند اوف مع مصطفى مع مصطفى فودع، مصطفى ودرايف يقلب الملعب ويسلم لميدو طه على الاوبن شوت 3 بوينت لوحده خالص لكن ما بينجحش في التسجيل، وهنا في ايه؟ في هنا فاول على علي محمد وتو شوتس لصالح النادي الاهلي. تومسون على تنفيذ الفري ثرو والتو شوتس، وعمرو زهران انا شايفه نازل، نشوف مكان مين دلوقتي. ست ثواني واربع اجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل على الفري ثرو الاول ما بينجحش مايكل في تسجيل الفري ثرو الاول، 13 12 لصالح نادي الاتحاد، ست ثواني واربع اجزاء من السنه زي ما قلت لحضراتكم على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل على الفري ثرو الثاني نجح في تسجيل الفري ثرو الثاني، 8 نقاط مايكل تومسون المباراه في جيم 1، اخر خمس ثواني في زمن الكوارتر الاول، بيبو ويشوط بيبو لكن اير بول وتاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتعادل الفرقتين 13 13. اعزائي هنروح لفاصل بسرعه وهنرجع لحضراتكم مع بدايه احداث الكوارتر الثاني. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لاحداث وبدايه فترة التانية او الكوارتر التاني والحيازه اهلاويه، وافكر حضراتكم بالنتيجه تعادل الفريقين 13 13 لكن في جيم 1 انتهى الكوارتر الاول 27 18 لصالح النادي الاهلي. الحيازه اهلاويه عمرو الجندي عمر عزب سيف سمير لكن هنا ستيل من مصطفى صنفوده في بدايه احداث الكوارتر التاني ونقطتين 2 بوينت على طول لصالح نادي الاتحاد. هقول لحضراتكم خماسي اللي في الملعب لكل فريق، سيف بيبدا الهجمه ويسلم لعمرو الجندي، عمرو ومهيب وسيف سمير وعمر عزب وعمرو زهران، ده خماسي النادي الاهلي، مصطفى صنفوده بيبو علي ميدو طه حاتم بحيري، وادي درايف من عمرو الجندي لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم من بيبو على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لميدو مصطفى صنفوده، ميدو طه ميدو يبدا الهجمه ياخد سكرين من علي لعلي مره ثانيه، الهاند اوف مع حاتم بحيري وسكرين من بيبو درايف حاتم يوصل حاتم ما بينجحش في التسجيل، يلم عمر عزب على طول ويبدا الهجمه، عمر عزب من الاهلي 15 13 لصالح النادي الاتحاد. لعمرو الجندي على 3 بوينت اوبن شوت ينجح في التسجيل، ثلاث نقاط عمرو الجندي، اولى الثلاثيات لعمرو الجندي في احداث الكوارتر الثاني. تقدم النادي الاهلي 16 15 طف جيم وتايت جيم، مباراة كل واحد بيحسب ليها حسابات بيعتبرها الفرصة الأخيرة ليه عايز يكسب ويشيل ويصدر القلق للفريق التاني، لكن خلينا مع المباراة. حاتم بحيري يسلم سكيب باس كده لميدو طه، ميدو بيطالب يوسع الملعب درايف ميدو لسه الكرة معاه، عمرو زهران مش سايبه ميديم شوت لكن ما بينجحش في التسجيل، عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند على طول يبدأ الهجمة ويسلم لعمر عزب، عمر هو بوينت جارد النادي الأهلي مكان مايكل تومسون، عمر
8 دقائق 20 ثانيه لسه الكره مع عمر لسيف سمير على البيك اند رول، ولا اروع سيف سمير ينجح في تسجيل 2 بوينت سيف سمير ويعدل النتيجه 18 15 لصالح النادي الاهلي، 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. مصطفى عصام فوده لبيبو، بيبو لعلي، لمصطفى عصام فوده مره ثانيه، ميدو طه، ميدو لحاتم بحيري، علي تحت الباسكت بيلف ويروح على البيس لاين والباك لاب، ولا اروع لعلي وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح نادي الاتحاد. كوتش مرعي اللي قدامنا في الصوره، وادي عمر عزب يبدا الهجمه وطالب السكرين، تعمل عليه الدبل تيم يقلب الملعب على طول ويسلم لسيف سمير، سيف سمير وسيم هوك لكن ما بينجحش المره دي، وينجح بيبو في الديفنسيف ريباوند ويسلم لمصطفى عصام فوده، يبدا الهجمه فوده لميدو طه، ميدو ياخد سكرين من بيبو، حاول يعدي ويلعب بيك اند رول لكن تراجع عن موقفه ويسلم لحاتم بحيري، حاتم يعمل كروس اوفر ويسلم لبيبو، بيبو يهوش ويعمل الاختراق ويطلع الكيك اوت لعلي، علي على الثري بوينت لكن اير بول، يسلم على طول عمرو زهران ويستلم الكوره، عمرو يحاول يعدي يسلم سيف سمير، سيف عمرو الجندي يبدا هو الهجمه ويبدا الخطه 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، عمرو الجندي طالع له سيف سمير سكرين، عمرو لسه الكره معاه، عمرو وافتراقات عمرو، درايف عمرو من بعيد عمرو لكن ما بينجحش عمرو في التسجيل، يلم ميدو طه على طول ويسلم لفوده، فوده يبدا الهجمه للاتحاد، مباراه سريعه وقويه. حاتم بحيري لسه الكره مع حاتم لبيبو، بيبو على الاوبن شوت 3 بوينت لكن المره دي ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر عزب، عمر عزب لسه مع الكره، لسه مع الكره مع عمر، يبدا الهجمه عمر خد سكرين من سيف سمير عايز يعمل بيك اند رول مره ثانيه لكن يسلم لمهيب، مهيب على الارك او ال 45، مهيب درايف من الميدل يقف ويطلع لسيف سمير، سيف لعمرو زهران اخر 5 ثواني في زمن الهجمه، عمرو يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق حاتم بحيري، حاتم سكرين من حاتم لحاتم نادي سكيب باس لميدو طه والهاند اوف مع علي، ميدو ودرايف لكن هنا في فاول على احمد مهيب، اول اخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول، وفي تغيير عالي من الاتحاد خارج وهنشوف نازل مكانه مين، حاتم بحيري نازل مكانه مدولة وهيثم كمال، واوت سايد للصالح نادي الاتحاد، 6 دقائق وثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، مباراة جيم 2 نهائي دوري السوبر رجال بين الاهلي والاتحاد، اسمع مني وما تراجعش ورايا، واحدة من اقوى المباريات في هذا الموسم، ميدو طه لاسماعيل لسه نازل، هاند اوف مع مصطفى فوده، مان تو مان النادي الاهلي لاسماعيل احمد، اسماعيل والستيب باك وعلى الثري بوينت في الثواني الاخيره قبل ال 24 ثانيه لكن اير بول ديفنسيف ريباوند على طول من عمرو الجندي، عمرو لمهيب، مهيب على الثري بوينت ولا اروع مهيب، 3 بونت 3 نقاط لاحمد مهيب في احداث الكوارتر الثاني، 21 17، 3 محاولات للنادي الاهلي على الثري بوينت نجح في 2 في احداث الكوارتر الثاني، لسه الكره مع دولا، دولا يبدا الهجمه ويسلم لفوده على الهاند اوف، ياخد السكرين عايز يعمل الدرايف يهوش حلو قوي ويوصل لكن في فاول على سيف سمير رقم 8، ثاني الاخطاء الشخصيه على الاهلاويه، واقول لحضراتكم كده الاخطاء الشخصيه، عمرو الجندي مرتكب خطا شخصي، مروان سرحان ايضا خطا شخصي، سيف سمير مرتكب خطا شخصي، احمد مهيب عنده فاول، مايكل توبسون عنده فاول، الاتحاد دول عنده فاول، 3 على شوشه وفاول علي على علي محمد، 2 شوتس ايهاب امين في الملعب بدلا من عمرو زهران، وتو شوتس لمصطفى عصام فوده. فوده على الفري ثرو الاول 5 دقائق 12 ثانية زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، 21 17 ونجح في تسجيل الفري ثرو الاول 5 دقائق 12 ثانية، أنا اللي قريتها غلط أنا آسف جدا، والفري ثرو الثاني مصطفى فوده فوده ينجح في التسجيل، يقرب الفارق إلى فرق نقطة، فرق باسكت وتغيير في صفوف الاتحاد، فوده يخرج وينزل مكانه ياسر صالح، ضاغط نادي الاتحاد بريس فول كورت مان تو مان من اول الملعب لكن يتعمل ستيل من دولا يخطف على طول ويسلم لياسر صالح، مستني
اللي قاطع احمد اسماعيل احمد لدولة لاسماعيل مره ثانيه هيثم كامل تحت الباسكت وينجح لكن ينجح في الوصول الباسكت لكن ما نجحش في التسجيل. عمرو الجندي على طول بالمرصاد ديفنسيف ريباوند يسلم لعمر عزم. عمر عزم بوينت جارد النادي الاهلي القادم من سموحه. عمر حاول يلعب بلاي 1 اون 1 ينجح فعلا في الوصول ينجح فعلا في التسجيل والاند 1 عمر عزب والفاول على ياسر صالح لاعب نادي الاتحاد. ياسر صالح فاول والاند 1 والكاونت 1 والوان مور لا عفوا صح والاند 1 لعمر عزب كاونت وعمر عزب على الفريسو والاند 1 لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم هيثم كمال على طول ديفنسيف ريباوند ويقلب الملعب دولة لميدو طه. ميدو يسلم لهيثم كمال. هيثم لسه معاه الكرة والهاند اوف مع ياسر صالح. سكرين على طول من السمعة لياسر صالح. اوبن شوت اسماعيل لكن تراجع وعايز يلعب ويعمل ال 1 1 يسلم هيثم كمال تحت الباسكت وباصات سريعة بسكرينات والبيك اند رول تنتهي عند دولة. البيز لاين قاطع له اسماعيل لكن احمد بوي بيعمل الستيل وتروح على طول لعمر عزب لكن على طول ميدو طه يرتكب فاول. ميدو طه اولى الاخطاء الشخصيه على ميدو طه والفاول الثاني على نادي الاتحاد. اوت سايد اهلاوي الكسندر جليسيتش اللي احتسب الفاول. حكم الصربي والكابتن علي ابو علو الحكم المصري وادمير زوارو بوفيتش البوسني. اوت سايد اهلاوي عمر عزب 23 19 لصالح النادي الاهلي. عمر بيعدي ماسك دولة بيعدي كويس قوي يقف ويشوط لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول ياسر صالح سلم لدولة. دولة يبدا الهجمه يحكي على ملعبه دولة لهيثم كمال. هيثم مع الكره استنى اسماعيل لكن سلم الهاند اوف على طول ليه ميدو طه. ميدو درايف ميدو لكن وقف وشوط 3 بوينت ونجح في تسجيل ثلاث نقاط. ميدو طه أربع محاولات نادي الاتحاد على الثري بوينت نجح في تسجيل محاولة. الأهلي ثلاث محاولات نجح في تسجيل محاولتين من الثري بوينت في أحداث الكوارتر الثاني. عمر عزب لإيهاب أمين. إيهاب والسكرين مع ياسر مع سيف سمير قرر يخترق ويسلم لكن في السكة يقطع ميدو طه على طول ويعمل الستيل لإسماعيل أحمد والفصل بريك 3 على 2 هاند هيثم كامل وضنكو لنادي الاتحاد على طول بالتو بوينت ويعدل النتيجة وتقدم نادي الاتحاد 24-23. دانك هيثم كمال واحده من الالعاب اللي بيحبها الجمهور. احمد مهيب عايز يرد بثري بوينت لكن ينجح في انه ياخد فاول على ميدو طه بثري بوينت ثلاث رميات حره والخطا الشخص الثاني على ميدو طه رقم 9. احمد مهيب ثلاث رميات وادي عبد الله ناصر مكان سيف سمير تغيير في صفوف الاهلي واحمد مهيب على تنفيذ الثلاثة فري ثرو. احمد مهيب على الفري ثرو الاول نجح في تسجيل فري ثرو الاول عدل النتيجة الى تعادل زي ما حضراتكم شايفين في الكادر كده. ابو النصر واحمد اسماعيل خلف دكة البدلاء للإصابة سلامات يا رجالة. وادي الفري ثرو الثاني لأحمد مهيب ينجح في التسجيل تقدم النادي الأهلي بفارق نقطة 25-24. وادي الفري ثرو الثالث ينجح أيضا في التسجيل كأنه جاب الثلاثية. أربع محاولات للنادي الأهلي على الفاول شوتين نجح في تسجيلهم جميعا. تايم أوت على طول يطلبوا الكوتش أحمد مرعي. تعالوا نسمع تعليمات كوتش اوجوستي وكوتش احمد مرعي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
دوس رايح تدريب ايده في كارت انت تبقى هنا في كارت انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد مرعي. 3 دقائق عزيزي المشاهد 11 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. 26 الاهلي 24 الاتحاد. عبد الله ناصر، سيف سمير، ايهاب امين، احمد مهيب، عمر عزب، ده خماسي النادي الاهلي. اما خماسي نادي الاتحاد اسماعيل احمد، ميدو طه، هيثم كمال، ياسر صالح، والدولع. اكتر سكور حتى هذه اللحظات توب سكورر في النادي الاهلي احمد مهيب بثمان نقاط، والتوب سكورر في نادي الاتحاد ميدو طه بالسبع نقاط. نبدا المباراه. ميدو طه ياخد سكرين من اسماعيل احمد، قبله عبد الله ناصر، يسلم لياسر صالح، عايز يباصي لاسماعيل احمد اللي استغل بيس ماتش لان ماسكه ايهاب امين. ميدو طه ومعاه عبد الله ناصر، بيدو حاول ميدو طه لكن بصى لقطع له اسماعيل كويس قوي ويخبط في ايد ايهاب امين وتطلع اوتسايد على النادي الاهلي. ثانيتين وثلاث اجزاء من الثانيه على زمن الهجمه ال 24 ثانيه والكره في حيز نادي الاتحاد. كابتن علي ابو علو يطلب تنشيف ارضيه الملعب طبعا حفاظا على سلامه لاعبينا، ومصطفى عصام كودع بدل من ميدو طه في التغيير الان. ميدو طه ونزول مصطفى عصام كودع. ألكسندر جليسيتش يطمن على أرضية الملعب. أوتسايد، نشوف الثانيتين دول هيعمل إيه. ميدو دولع فاضي خالص على الثري بوينت، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. ميدو أو دولع أحمد عادل دولع على طول تروح الكرة للنادي الأهلي. عفوا أحمد مهيب دي سيف سمير، سيف مع اسماعيل احمد، يسلم لايهاب امين، ايهاب لسه الكوره مع ايهاب امين. اخر خمس ثواني في زمن الهجمه لسه الكوره مع ايهاب امين، عايز يعمل الدرايف ويسلم لميدو طه لكن بعيد، تخبط في ايد مين؟ في ايد عبد الله ناصر وبتطلع اوتسايد للصالح نادي الاتحاد. 26 27 لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون في النزول بدل من عمر عزب في تغيير اجراء جوستي بوش. اوتسايد تحداوي دولا لفودا من الاتحاد، سكرين من اسماعيل احمد، لسه الكره مع فودا، سلم لدولا لاسماعيل احمد، يهوش عايز يعمل بنتريشن يوصل لكن بلوك والعروة من عبد الله ناصر ويحاول معها مره ثانيه وينجح لكن هنا في ايه صفره الحكم قالت جامب بول. هنشوف الحيازه لمين؟ الكسندر جليسيتش قال انها جامب بول والحيازه اعتقد نادي الاتحاد اعتقد هذا. ألكسندر جليسيتش وادي البلوك روعه من بيدو عبد الله ناصر والحازه فعلا تحدويه. ياسر صالح والباك بيفوت مع مهيب لسه بيسيطر على الكوره، حاول يعمل ستيل، عمل ستيل فعلا ويسلم لايهاب امين. ايهاب يبدا الملعب ويقول لمايكل تومسون وسع الملعب وانا هبدا بالملعب. ايهاب امين لسه الكوره مع ايهاب، عايز يعمل بيك اند رول يسلم دي يعمل سكيب باس كده لكن المره الثانيه تتقطع من ايهاب امين، توصل لميدو طه يسلمها لدولا، دولا مع الكره لاسماعيل احمد، اسماعيل لدولا مره ثانيه، دولا حاول يلعب 1 1 يسلم لهيثم كمان، هيثم لفودا تحت الباسكت استغل الميس ماتش اسماعيل احمد يلف ويطلع كيك اوت بنتريشن على طول من دولا وينجح بالبيس لاين انه يسجل 2 بوينت وفاول على النادي الاهلي على مايكل تومسون. فاول على مايكل تومسون طبعا الشخص الثاني على مايكل تومسون. نزل حاتم بحيري بدل من مصطفى صنفودة او بدل من ياسر صالح. اخر دي 20 ثانيه وتقدم الاتحاد ثلاث نقاط 29 26 والاند 1 دولا ما بينجحش في التسجيل يلم على طول عبد الله ناصر على الديفنسيف ريباوند
ثلاث محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو، نجح في تسجيل اثنين واخفق واحده. لسه كره مع مايكل تومسون لايهاب امين. ايهاب ياخذ سكرين من عبد الله ناصر، يسلم لسيف سمير والهاند اوف مع مايكل تومسون على 3 بوينت مايكل، لكن ما بيرجعش بالتسجيل. حاتم بحيري ديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لدوله. دوله لسه مع الكره، دوله لاسماعيل احمد او السمعه فوده، ما اتعملش سكرينات هنا او سوتشات. اسماعيل لسه مع الكره، ووكن على اسماعيل وترن اوفر على نادي الاتحاد. والحيازه الاهلاويه في اخر 50 ثانيه من زمن احداث الكوارتر الثاني. 26 الاهلي 29 الاتحاد. ادمير زواربوفيتش وحوار مع السمعه، واوت سايد اهلاوي مايكل تومسون هيطلع الاوت، لكن كوتش اوجوستي طلب تايم اوت. هنشوف تعليماته ايه في ال 49 ثانيه دول، ونرجع لحضراتكم نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم سريعا بعد التايم اوت. تايم اوت اللي طلبه الكوتش اوجوستي بوش. 26 29 49 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون اللي في الصوره امام حضراتكم، ايهاب امين، احمد مهيب، عمرو الجندي والسيف سمير. عمرو الجندي نزل مكان بيدو، خماسي الاتحاد دوله وفوده، حاتم بحيري، احمد اسماعيل احمد وهيثم كمال. ضغط نادي الاتحاد من اول ملعب على مايكل تومسون، ترابات لكن توصل لإيهاب أمين. إيهاب أمين لمايكل تومسون مرة تانية. مايكل يهوش، حاول اخترق، يوصل يطلع كيك أوت لأحمد مهيب، يلحق قبل ما تطلع الأوت. لسه كرة مع مهيب، توصل لمايكل تومسون، حاول يعدي، يطلع السكيب باس لعمرو الجندي. عمرو ودرايف عمرو، وصل عمرو، شاط عمرو، لكن ما بيرجعش في التسجيل. وهنا في إيه؟ لسه ما فيش أي إشارة للحكام. ألكسندر جليسيتش قال 24 ثانية انتهت. 24 ثانية، حوار مع الكابتن علي أبو علو من السنيور أوجوستي بوش، وأوت سايد لصالح الاتحاد. بيخرج دولة من الاتحاد، نشوف نزل مكانه مين. ولا ده تايم أوت؟ تايم أوت أعتقد طلبه الكوتش أحمد مرعي. تعال نسمع التعليمات، تايم أوت ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يا عم احنا كويسين. بعمل كده ليه؟ عشان ميدو لما يجي يستلم هنا انا عايز اسكيب حلو، تمام؟ ايوه مش مشكله. ده التايم اوت اللي طلب الكوتش احمد مرعي. خماسي الاهلي زي ما احنا شايفين على الشاشه، ميدو طه 7 نقاط توب سكورر في نادي الاتحاد. اما نادي الاهلي احمد مهيب توب سكورر، 3 فاولات هنا و3 فاولات هنا. اوتسايد لصالح الاتحاد بعد ال 24 ثانية. ضغط النادي الاهلي من اول ملعب مان تو مان. حاتم بحيري يستلم يسلم لفود على طول ويخرج
قبل 8 ثواني ويقلب الملعب، لكن يعمل السيب حلو ولا اروع. احمد مهيب يجي من اخر الملعب ويسلم لإيهاب امين ويبدا الهجمه. إيهاب امين اخر 14 ثانيه في زمن الهجمه. إيهاب لسه مع الكره، إيهاب لسه مع الكره، مستني سكرين ولا يفتح الملعب. خد السكرين فعلا من سيف سمير، يسلم لعمرو الجندي. عمرو قطع له سيف سمير حلو قوي لوحده فاضي، وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح النادي الاهلي عشان تاتي مع البازر وانتهاز احداث الكورتر الثاني بتقدم الاتحاد على النادي الاهلي 29-28. اعزائي المشاهدين، استراحه قصيره ما بين احداث الكورتر الثاني والثالث، نعود الى ضيوفنا في الاستوديو والكابتن هيثم السعيد. شوف، كنت معكم معلقكم احمد مناع، القاكم ان شاء الله بعد الاستراحه. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، لايك الميكروفون. إيهاب امين الستارت لاين اب لنادي الاتحاد، دوله وميدو طه، هيثم كمال، واحمد ابو العلا بيبو، وياسر صالح. مايكل توبسون يبدا الهجمه للنادي الاهلي. مايكل يلعب البيك اند رول مع عمر طارق، وعمر طارق اولى النقاط وفاول على هيثم كمال. افتتاحيه النقاط من عمر طارق والفاول على هيثم كمال لاعب نادي الاتحاد. فكر حضراتكم بحكام اللقاء: الكسندر جليسيتش الصربي، ادمير زوارو بوفيتش البوسني، وعمرو ابو علو الحكم المصري. والاند وان على طول لعمر طارق، ينجح في تسجيلها. 8 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو في الكوارتر الاول والثاني نجح في تسجيل 6، و6 محاولات لنادي الاتحاد في الفري ثرو نجح في تسجيل 3. هقول لكم بعض الاحصاءات في اقرب توقفات. ميدو طه خدناه مع الملعب لهيثم كمال، تقدم النادي الاهلي بفارق نقطتين. لسه ميدو طه مع الكوره، اخر 5 ثواني في زمن الهجمه. هيثم كمال على الثري بوينت اوبن شوت ما بينجحش في التسجيل، لكن ميدو طه ديفنسيف اوفنسيف ريباوند على طول. يسلم لدوله، دوله يدور على ياسر صالح، ياخد السكرين وتعمل سويتش في الديفنس. دوله لسه مع الكوره، 3 ثواني في زمن الهجمه وباك لاب ولا اروع من ميدو طه، ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول، يعادل النتيجه الى فرق نقطه لصالح النادي الاهلي. مايكل توبسون، مايكل ياخد سكرين من عمر طارق، عمر وشوت ميديم شوت ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول. رد سريع من مايكل توبسون يعدي النتيجه ل 33-31. انا اللي غلطت في السكور يا جماعه. وادي ميدو طه ويرد على طول ميديم شوت، ينجح هو كمان في تسجيل 2 بوينت لنادي الاتحاد. ميدو طه واحد من مفاتيح اللعب المهمه لنادي الاتحاد والكوتش مرعي. مايكل توبسون مع دوله مش سايبه، لسه مايكل يسلم لإيهاب امين. إيهاب مع ياسر صالح، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، لكن اتعمل الستيل وترن اوفر ثالث من إيهاب امين، توصل لميدو طه. ميدو فاست بريك مع ياسر صالح وبلوك ولا اروع من إيهاب امين، وتطلع اوتسايد على نادي الاهلي، اوتسايد اتحداوي. ودرو جيم او 33 تعادل فرقتين، 33-33. 8 دقائق 13 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. لبيبو يستلم، يسلم لدوله، يعمل سكرين مع دوله. بيبو عايز يعمل بيك اند رول لكن يسلم ميدو طه. ميدو عمرو زهران، ميدو ياخد سكرين من بيبو، حاول يعدي يقابله عمر طارق، لكن فيه فاول على عمر طارق. وعمر طارق اولى الاخطاء الشخصيه 55 زي كابتن عمرو ابو علو ما قال. وادي فاول هنا وفاول هنا. ميدو طه يسلم لهيثم كمال، هيثم لميدو مره ثانيه والهاند اوف، يسلم لدوله. دوله ياخد سكرين من بيبو، عايز يشوط لكن بيعمل بيك اند رول ويسلم لدوله، ودوله ميديم شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من عمرو الجندي. عمرو يبدا الهجمه، ياخد مكان مايكل تومسون في قاده الفريق في البوينت جارد. عمرو سكرين مع عمر طارق، يسلم لمايكل تومسون. عمرو الجندي عايز يهوش، يخترق من ناحيه الشمال والبنتريشن ويعلي الكره لكن ما بينجحش في التسجيل، يلمها ثاني على السكند شوت لمايكل تومسون، يهوش ويخترق ودرايف وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لمايكل تومسون، يعدي النتيجه على 35-33. عفوا، دوله من الاتحاد. 7 دقائق 18 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. دوله مان تو مان النادي الاهلي، لكن هنا في ايه؟ في فاول ادمير زواربوفيتش، هو اللي بيحتسب الفاول. هنشوف الفاول على مين، على
على عمر طارق، الفاول الثاني على عمر طارق. ثاني الاخطاء الشخصيه على عمر طارق وثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. علي يدخل من الاتحاد ويخرج هيثم كمان. 7 دقائق 14 ثانيه اوتسايد الاتحاداوي لبيبو، يسلم لميدو طه. ميدو يحاول يلعب واحد على واحد، يقف يهوش ويطلع كيك اوت ياسر صالح على 3 بوينت اوبن شوت وينجح في تسجيل 3 بوينت ياسر صالح. يعدل النتيجة إلى 36-35، فرق النقطة هنا وفرق النقطة هناك ما بين الفرقتين. يأتي الرد سريعا من مايكل توبسون لكن ما بينجحش في التسجيل، بيبو على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لدولا. دولا بوينت جارد نادي الاتحاد، لسه الكرة مع دولا لميدو طه والهاند اوف معاه إيهاب أمين. عدى ميدو طه وعمل درايف ووصل والباك لاب لكن ما بيرجعش في التسجيل. ايهاب على طول ديفنسيف ريباوند ويلم ويبدا الهجمه ويسلم لعمرو الجندي. عمرو ودرايف عمرو ويوصل عمرو يسجل عمرو والفاول على احمد ابو العلا بيبو. كاونت والاند وان لعمرو الجندي يعدل بيهم النتيجه ل 37-36. وادي الاعاده اهي، وصل عمرو الجندي باعلى جامب عنده نجح في التسجيل وياخد عليها فاول والاند وان لصالح عمرو الجندي. اول اخطاء الشخصيه على بيبو. هقول لكم مين اللي عنده فاولات في نادي الاتحاد. دولا عنده فاول وحيد، هيثم كمال فاول وحيد، ميدو طه فاولين، يوسف شوشه 3 فاولات ارتكبهم في بدايه احداث الكوارتر الاول، وكل من ابو بيبو وياسر صالح وعلي محمد فاول والاند وان لعمرو الجندي ينجح في التسجيل. تقدم الاهلي فارق باسكت 38-36. دولا يعدي دولا يعمل للسيل عمرو زهران وفص بريك 3-2. عمرو زهران هيخلصها بانهي الشكل، وصل نجح في التسجيل 2 بوينت على طول عمرو زهران. ياسر صالح يبدا الهجمه للاتحاد، يسلم لعلي وتجيب اند جو لكن ما بتحصلش. علي الهاند اوف مع حاتم بحيري، حاتم يقلب الملعب لبيبو، بيبو لياسر صالح تحت الباسكت عايز يسلم ويستغل الميس ماتش لعلي. علي عاوز يلعب واحد على واحد على مايكل تومسون، يلف يرتكز يروح لكن تخبط في ايد مين؟ تخبط في ايد مين؟ تخبط في ايد عمرو زهران فعلا زي ما قال ادمير والكساندر، وتحذير سريع كده وشفوي لعمرو زهران بعدم الاعتراض، واوت سايد لصالح نادي الاتحاد. ارتفع الفرق الى 4 نقاط لصالح النادي الاهلي، واعتذار عمرو زهران للحكم وايضا للسنيور اوجست بوش. دولا يخرج من الاتحاد، ينزل مكانه فودع. فودع يطلع الاوت من الاتحاد 40-36، اخر ثانيتين وجزء من الثانيه في زمن احداث او زمن الهجمه. هنشوف الاتحاد هيفنشها ازاي. ياسر صالح على 3 بوينت وبلوك ولا اروع من عمر طارق، لكن هنا ترس على ايه؟ هنشوف دلوقتي اشاره الحكم قالت اوت سايد لصالح الاتحاد. اعتقد كده يعني يتبقى ثانيه، يتبقى ثانيه هنشوف دلوقتي اوت سايد للاتحاد. تخبط فيه هنا على طول زمن الهجمه ال 24 ثانيه ينتهي وتقول الكره على طول لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي وضغط بالاتحاد على مايكل تومسون. عمرو زهران يسلم لتومسون، تومسون معاه فودا، دفاعات قويه من فودا. مايكل تومسون يقع ويعمل الستيل على طول. انا سبورتس مان لايك فاول على مايكل تومسون لصالح فودا. كابتن عمرو ابو علو يحتسب الان سبورتس مان لايك فاول. شوفها هنا في الاعاده وهو واقع، طبعا قرار صحيح، اعترضوا هنا ومنعوا من ان هو يعدي، هو قرار صحيح طبعا. وادي فودا على تنفيذ الفري ثرو. ينجح فودا في تسجيل الفري ثرو الاول. فودا على تنفيذ الفري ثرو الثاني، ده الفرق الى 3 نقاط. ينجح في تسجيل فري ثرو الثاني، ده الفرق الى 2 نقطة والحيازه الاتحادويه.
اوتسايد للاتحاد. 5 دقائق 44 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. حاتم بحيري يستلم، يبدا الهجمه وياخذ سكرين من علي محمد، يقف ويسلم لعلي محمد مره ثانيه، هاند اوف على طول مع لكن هنا البيهايند الباص، بيهايند باص ولا اروع من علي لدولا، ينجح في تسجيل نقطتين وياتي معهم التعادل 40-40. نتيجة اللقاء الأولاني أو جيم 1 انتهى الكوارتر الثاني 47-40. وادي ستيل من مصطفى فودة يحاول يلعب واحد على واحد، يوصل دولا ويسلمها له، لكن في فاول وتو شوتس على إيهاب أمين، وفاول سلامات لدولا اللي واقع على الأرض. ألف سلامة عليك يا دولا، شكرا على الإعادة. هنا بقى الفاول على عمرو الجندي ولا لا على إيهاب أمين، فاول على إيهاب أمين. تو شوتس لدولا، أول أخطاء شخصية على إيهاب أمين. مايكل تومسون 3 أخطاء شخصية. دولا على تنفيذ الفري ثرو الأول لم ينجح في التسجيل. 3 محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو نجح في 2، الأهلي محاولتين نجح في الاثنين. دولا على تنفيذ الفري ثرو الثاني نجح في التسجيل. تقدم الاتحاد 41-40. دفاع قوي من نادي الاتحاد، وفاول على مصطفى صفودة. فودة فاول وادي مايكل تومسون، وما زال الضغط مستمر من نادي الاتحاد. مايكل تومسون حاول يعدي رقابة لصيقة ودفاع قوي من فودة، سكرينات يعدي، عايز يلعب بيك اند رول يقلب الملعب لكن يعمل السيل على طول دولا ويحاول يعدي وهجمة وفص بريك لكن يتراجع ويصحح خطأه على طول ويعمل السيل دولا او عفوا مايكل تومسون. ايهاب امين لسه الكرة مع ايهاب، يطلع كيك اوت لعمرو زهران، عمرو بيهدى خالص وبيسلم مايكل تومسون. مايكل ودرايف مايكل وعلى مايكل، سجل مايكل 2 بوينت على طول يوسع الفارق او عفوا يجعل التقدم اهلاوي 42-41. دولا يسلم لبحيري، مان تو مان لسه النادي الاهلي ومان تو مان نادي الاتحاد. على عكس الجيم 1 كان في بعض الاوقات لعب الفريتين زون ديفنس. دو فودة لحاتم بحيري، كوتش مرق بيزعق اقطع يا بيبو. دولا لسه معاه الكوره، اخر 3 ثواني في زمن الهجمه، حاتم بحيري هيضطر يشوط شوت لكن اير بول على طول، الكوره في حيازه النادي الاهلي واوت سايد للصالح النادي الاهلي. اعتقد تومسون هيخرج لارتكابه 3 اخطاء شخصيه وهينزل مكانه عمر عزب زي ما حضراتكم شايفين، واوت سايد لصالح النادي الاهلي، وما زال الضغط مان تو مان بريس فول كورت من نادي الاتحاد. عمرو الجندي طلع لايهاب امين لعمرو مره ثانيه، يبدا هو عمرو الهجمه كبوينت جارد، يعدي الملعب قبل الثمان ثواني، خد الكره وسلمها على طول لعمر عزب. عمر استنى السكرين من عمر طارق، عمر عزب درايف، عمر يطلع كيك اوت لعمرو الجندي، عمرو الجندي بيفكر في 3 بوينت بس بعيده قوي، درايف لعمرو، عمرو الجندي والشوت ولكن في فاول، اعتقد الفاول هنا على علي 42 علي محمد، والخطا الشخصي الثاني على علي محمد، والتو شوتس لصالح نادي الاهلي وعمرو الجندي. وفي تغيير اعتقد صفوف الاتحاد، اسماعيل احمد مكان بيبو من الاتحاد، والتو شوتس لصالح عمرو الجندي. عمرو الجندي على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، يعدل النتيجه 43-41 لصالح النادي الاهلي. 3 دقائق 59 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. عمرو الجندي نجح في التسجيل، 4 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو في احداث الكوارتر الثالث، نجح في تسجيل الاربعه بنسبه 100%، اما نادي الاتحاد نجح في تسجيل 3 من اصل 4 بنسبه 75%. شوش هيعود للملعب، وادي اسماعيل احمد او السمعه لشوشه، شوشه ياخد السكرين من علي، لسه شوشه درايف شوشه وصل لكن في فاول هنا اعتقد على عمرو زهران. عمرو زهران يرتكب فاول، والتو شوتس ادمير زواروبوفيتش هو اللي بيحتسب الفاول، والتو شوتس دي شوشه على تنفيذ الفري ثرو يوسف شوشه.
لم ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول. إديمير زواروبوفيتش وادي الشوشه في حوار مع ايهاب امين، وادي الفري ثرو الثاني لا ما بيسجلش. يوسف شوشه على طول الكره لصالح النادي الاهلي، ثلاث نقاط فارق لصالح النادي الاهلي 44 41 41. ثلاث دقائق 50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. عمرو الجندي ضغط من نادي الاتحاد زي ما قلت لكم من اول الملعب، لسه الكره مع عمرو، يعمل ستيل شوشه ياخد الكره فعلا ويسلم لدوله، دوله والباصات سريعه لاسماعيل احمد او السمعه، سمعه يحاول يعمل الدرايف يسلم لعلي، علي يهدى الملعب ويسلم لدوله مره ثانيه توصل لفوده. كوتش احمد مرعي بيقول لهم افتحوا الملعب، فوده للشوشه مره ثانيه، شوشه مستني السكرين من علي، حاول شوشه يلف، حاول اخترق ويعمل الدرايف مع عمر طارق، لكن اير بول كده وتوصل على طول لايهاب امين، يبدا الهجمه ايهاب، درايف ايهاب من البيز لاين والباصه ولا اروع، لكن بيلحقها عمرو زهران قبل ما تروح في اي حته ثانيه. عمر طارق بيلف ورايح وباسكت، لا ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاه مره ثانيه على السكند شوت، لكن دول هيحسم الجدل على طول وياخد الكره ويبدا الفص بريك للشوشه، وفاول على طول يرتكبه عمرو الجندي على يوسف شوشه. عمرو الجندي خطأين شخصيين في احداث الكوارتر الثالث، فاول وتو شوتس لشوشه. على الفري ثرو يوسف شوشه. نجح في تسجيل الاولى. على الفري ثرو الثانية يوسف شوشة. ما بينجحش في التسجيل، يلم عمر عزب على طول توصل لإيهاب أمين، لكن تخبط في رجل مين؟ تخبط في رجل يوسف شوشة وبتطلع أوتسايد لصالح نادي الأهلي. هيثم كمال وميدو مكان مصطفى عصام فودة وعلي محمد. ده تغيير في صفوف الاتحاد، وفي تغيير في صفوف الأهلي، خرج عمرو الجندي ونزل أحمد مهيب. كرة في حارس الاهلي، مهيب يستلم الكرة تاني من عمر عزب. عمر عزب يستلم الكرة، هو اللي ماسك الملعب، هو البوينت جارد النادي الاهلي. ايهاب امين هيستلم، وفي فاول هنا، في فاول على اسماعيل احمد، فاول على اسماعيل احمد رقم واحد. الكسندر جليسيتش قدامنا في الشاشة ده، وتو شوتس على طول لعمر طارق. اسماعيل احمد ارتكب فاول مع عمر طارق. وادي عمر طارق على تنفيذ الفري ثرو الاول، نجح في تسجيل الفري ثرو الاول. عمر طارق على الفري ثرو الثاني، لم ينجح في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند شوشه ويسلم لدوله، يبدا الهجمه دوله مان تو مان لسه النادي الاهلي، أو عفوا قلب زون ديفنس 2 3. أحمد اسماعيل أو اسماعيل أحمد، دولا دولا خد سكرين يسلم لشوشة في الباز لاين، قطع له هيثم كمال وتجيب أند جو، تطلع لميدو طه، ومرة تانية كيك أوت عند اسماعيل اللي بيشوط وينجح في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح نادي الاتحادي. ده الفرق إلى فرق نقطة لصالح النادي الأهلي 45 44، دقيقتين 15 ثانية. إيهاب أمين لسه الكرة مع إيهاب، يقف ويشوط لكن ما ينجحش في التسجيل. عمر طارق يلم ويطلع، لكن بيرتكب معاه خطا شخصي من قبل هيثم كمال. هيثم كمال يرتكب فاول على عمر طارق، وتو شوتس لعمر طارق على الفري ثرو لاين. عمر طارق والفري ثرو الاولى، تو شوتس لعمر طارق. ينجح في التسجيل، اول فري ثرو لعمر طارق، وعلى تنفيذ الثانيه نجح في التسجيل. دقيقتين على انتهاء احداث الكوارتر الثالث،
ثلاث نقاط فرق لصالح النادي الاهلي. الدوله لسه الاهلي زون ديفنس للشوشه 47-44. الدوله مره ثانيه لهيثم كمال، 2-3 الاهلي زون ديفنس. دوله لسه كرة مع دوله، هيثم كمال طلع له مهيب عشان يوقف الشوطه، اسماعيل احمد والستيب باك والشوطه لكن ما بينجحش في التسجيل. عمرو الجندي على عمرو زهران يلم على طول ويسلم لايهاب امين، يبدا الهجمه ايهاب. ايهاب لسه مع دوله، دفاع قوي من دوله. ايهاب امين يسلم لعمرو زهران في البيز لاين فاضي لعمر عزب. عمر عايز يستغل الاوبن شوت، فعلا شوت، فعلا شوت، فعلا نجح في تسجيل ثلاث نقاط. عمرو زهران او عمر عزب عفوا عشان يوسع الفرق الى ست نقاط. على طول كوتش احمد مرعي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي. دقيقه 21 ثانيه، تقدم الاهلي 50-44 على الاتحاد السكندري. تعالوا نسمع تعليمات المديرين الفنيين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اللي طلبه الكوتش مرعي. توب سكورر في النادي الاهلي عمرو علاء واحمد مهيب 11 نقطه 8 نقاط بالتوالي. اما توب سكورر في نادي الاتحاد دوله وميدو طه 11 نقطه لميدو طه واحمد عادل دوله 8 نقاط. كابتن مجدي ابو فريخه والحاج محمد مصالح رئيس نادي الاتحاد، كابتن مجدي الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، والكابتن محمد الجرحي عضو مجلس اداره الاتحاد، عضو مجلس اداره النادي الاهلي عفوا. الحيازه التحدويه. نرجع للمباراه، ميدو طه يسلم لهيثم كمال، يوسف شوشه ما زال الاهلي زون ديفنس 2-3. وادي الكره عند اسماعيل لكن يعمل الستيل على طول عمرو زهران ويبدا الهجمه والفص بريك 3-2. هيعمل ايه عمرو زهران؟ وصل دو دانك ان يور فيس، عمرو زهران ان يور فيس دانك، يوسع الفارق الى 8 نقاط 52-44. لسه الاهلي زون ديفنس، بساط سريع من الاتحاد يتعمل السيل لكن يلحق ميدو طه. ميدو لسه مع الكوره للدوله، دوله ياخد سكرين من اسماعيل ويشوط على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول ايهاب امين يهدب الملعب. ايهاب 52-44 40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. عمر عزب يسلم لعمر طارق، ياخد الهاند اوف مع عمر عزب مره ثانيه، وعمر عزب قرر يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل. ايهاب امين يحاول معاها لكن ما بينجحش في الحصول عليها. على طول اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. اربع محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت. شكرا لعد الدنك الجميل ده لعمرو الجندي. اربع محاولات 3 بوينت للنادي الاهلي نجح في تسجيل واحده، محاولتين لنادي الاتحاد على 3 بوينت نجح في تسجيل واحده ايضا. في تغييرات في صفوف نادي الاتحاد، ست نقاط فارق او ثمان نقاط عفوا فارق. اخر 25 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الثالث. مصطفى عصام فوده نزوله لاستغلال الثري بوينت وتضييق الفارق. ميدو طه لدوله لهيثم كمال، هيثم لاسماعيل في البيس لاين، اسماعيل بيهوش وبيطلع وبيباصي لكن عمر طارق يرتكب معاه فاول. عمر طارق يرتكب مع اسماعيل احمد فاول بتو شوتس على طول على الفري ثرو لاين. اسماعيل احمد هيشوط، ثلاث اخطاء شخصيه على عمر طارق.
وادي اسماعيل احمد السمعة على تنفيذ الفري ثرو الاول، نجح في التسجيل. تسع محاولات على الفري ثرو لصالح نادي الاتحاد، نجح في تسجيل خمسة. عمرو الجندي بيقول لهم ريباوند ريباوند. وادي اسماعيل على الفري ثرو الثاني ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند على طول من عمرو زهران. عمرو يسلم لإيهاب أمين. آخر الثواني في زمن أحداث الكورتر الثالث، إيهاب بشماله باور لعب ولا أروع، ينجح في تسجيل 2 بوينت يختم معاهم أحداث الفترة الثالثة والكورتر الثالث بتقدم النادي الأهلي 54-44. شكرا للإعادة، ودلوقتي هنروح لفاصل سريع جدا ما بين أحداث الفترة الثالثة والرابعة والكورتر الثالث والرابع، ونرجع لحضراتكم في أحداث هذه المباراة المثيرة في جيم 2. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين واحداث وبدايه الفتره الرابعه والكوارت الرابع، وتقدم النادي الاهلي 54-45 والحيازه التحدويه. عمر عزب، مايكل تومسون، سيف سمير، احمد مهيب، عمرو الجندي، ده خماسي النادي الاهلي، هيثم كمال، ميدو طه، دوله، مصطفى عصام، فوده، واسماعيل احمد، ده خماسي الاتحاد والكره التحدويه. عند اسماعيل في البيز لاين على الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر عزب على الديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل تومسون. مايكل اللي لسه نازل عنده في جعبته ثلاث اخطاء شخصيه، لكن هنا مصطفى عصام فوده يرتكب معاه فاول، بيرسونال فاول او فاول خطا شخصي على مصطفى عصام فوده. فاول الثاني على فوده. اوتسايد اهلاوي، عمرو الجندي يستلم على طول ويدور على مايكل تومسون، لكن قرر هو يعتمد على نفسه، ياخد السكرين ويعمل الدرايف بشماله، وصل نجح، لك هنا في فاول اعتقد على هيثم كمال. هيثم كمال رقم هيثم كمال فعلا على هيثم كمال ثلاث اخطاء شخصيه. هيثم خرج هيثم على طول وينزل مكانه بيبو. ثلاثة فاول على هيثم كمال ايضا عند النادي الاهلي. ثلاثة فاول على عمر طارق على الفري ثرو الاول. عمرو الجندي لا ينجح في التسجيل. ثمان محاولات للنادي الاهلي، نجح في تسجيل سبع محاولات على الفري ثرو في احداث الكوارتر الثالث. وادي الفري ثرو الثاني ما بينجحش في التسجيل ايضا، استلم على طول نادي الاتحاد، لسه الاهلي الزون ديفنس. فوده ياخد سكرين من بيبو مع مايكل تومسون، هوش ويرجع تاني، حاول يسلم ويطلع كيك اوت لدوله. دوله ياخد سكرين من السمعه لميدو طه. ميدو بنتريشن من الميدل، وصل ميدو لكن ما بيرجعش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول من سيف اللي بيسلم بدوره على طول لمايكل تومسون. يبدا الهجمه عند عمرو الجندي، عمرو يسلم لمهيب، مهيب على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل، يلم على طول ميدو طه. في هنا في ايه؟ تكنيكال فاول، لكن هنا تكنيكال فاول على مين؟ خلينا بس خلي الكاميرا مع الحكم. تكنيكال فاول على احمد مهيب، على احمد مهيب. لكن ما يعني ايه الاسباب مش عارف بصراحه. جايز يكون في اعتراض. وفي تغيير في صفوف الاتحاد، شوشه على النزول وعلى الفري ثرو ميدو طه. نجح ميدو طه في تسجيل الفري ثرو الاول ويخرج وينزل مكانه يوسف شوشه. الحيازه للاتحاد، كابتن عمرو ابو علو هو اللي احتسب الفاول او عفوا التكنيكال فاول على احمد مهيب. شوشه ليه؟ فوده لبيبو، يقلب للشوشه مره ثانيه لبيبو اللي قاطع بشماله، بيبو على السيبي هوك ينجح في التسجيل 2 بوينت على طول لصالح نادي الاتحاد. مايكل تومسون بوينت جارد النادي الاهلي الامريكي الجنسيه، يحاول يلعب البيكادرول، وصلت لسيف لكن سيف ما بيقبلش الهديه
ويرتكب معاه بيبو فاول بيأنب نفسه كده ان هو ما جابهاش. تو شوتس لسيف سمير على الفري ثرو. سيف سمير على تنفيذ الفري ثرو الاول ما بينجحش في التسجيل. سيف سيف على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. اولى نقاط الاهلي في احداث الكوارتر الرابع. الاتحاد سجل ثلاث نقاط في الكوارتر الرابع والاهلي اولى النقاط. وادي دوله او فود عفوا يسلم لشوشه. لسه الاهلي زي ما قلت لحضراتكم زون ديفنس. شوشه يعمل الضغط عليه يسلم على طول لمصطفى عصام فوده لميدو طه يحاول يعمل درايف يطلع كيك اوت على طول لفوده. فوده يقف ويطلع الاسيست حلو لبيبو لكن سيف سمير ارتكب خطا والكاونت والاند وان لبيبو. سيف سمير خطا شخصي. اثنين فاول سيف سمير والاند وان لبيبو. بيبو على تنفيذ الفري ثرو الاند وان ينجح في التسجيل. ده الفارق الى 49 55 ست نقاط لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون يعدي مايكل بالهجمه قبل الثمان ثواني. مايكل لعمرو الجندي لمايكل مره ثانيه سكرين من سيف سمير بيك اند رول اخترق طلع كيك اوت لمهيب على 3 بوينت لكن ما بتجيش. سيف سمير على السكند شوت لكن بتعمل له بلوك من بيبو وياخد الكره كده شوشه ويتكب معاه فاول عمر عزب واوت سايد لصالح الاتحاد. محاولتين للنادي الاهلي على 3 بوينت ما نجحش في التسجيل ولا محاوله. ونادي الاتحاد محاوله وحيده ايضا لم ينجح في التسجيل. اربع محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو في الكوارتر ده نجح في تسجيل محاوله وحيده. والاتحاد محاولتين نجح في تسجيل ايضا محاوله واحده. قلب الاهلي مان تو مان. بيبو لسه مع الكوره دفاعات لاصقه ياخد الهاند اوف على طول من ميدو طه. ميدو ياخد سكرين من احمد اسماعيل يحاول يعمل الدرايف يوصل يسلم لبيبو يسلم لميدو طه تاني على 3 بوينت يشوط قبل ال 24 ثانيه لكن اير بول على طول توصل ديفنسيف ريباوند عند مايكل تومسون. عمرو الجندي عمرو لمهيب مهيب لعمرو مره ثانيه. عمرو الجندي يعمل الدرايف عمرو بشماله عمرو وصل عمرو سجل عمرو 2 بوينت على طول بالفافوري سينيوري زي كده ما بيقول سينيور اجوستي. عمرو الجندي وتسجيل 2 بوينت لصالح النادي الاهلي وسع الفرق الى 6 نقاط مره ثانيه. اسماعيل احمد او السمعه لميدو طه ولاندوف. ميدو ياخد سكرين من بيبو. ميدو لسه مع الكوره يسلم لشوشه. اسماعيل واخد بوزيشن يطلع يعمل سكرين لشوشه. شوشه لها طريق فاضي ووصل لكن عمر عزب على طول بيعترضه بفاول. وادي اللعبه بتاعت عمرو الجندي الاخيره على الكوره من قدام بيبو وعمر عزب فاول. وتو شوتس على طول ليوسف شوشه. اسماعيل احمد يخرج وينزل هيثم كمال وايهاب امين ينزل ويخرج عمر عزب. تلقى التحية عمر عزب. شوشة على تنفيذ الفري ثرو الأول ما بينجحش في التسجيل. 57 51 6 دقائق 31 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. شوشة على الفري ثرو لاين الثانية ليه. شوشة ما بينجحش ايضا والريباوند ديفنسيف ريباوند عند مايكل تومسون. مايكل يبدا الهجمه. مايكل لسه الكره مع مايكل هنشوف هيلعب ايه بالظبط الخطه المتفق عليها لكن فوده يرتكب معاه فاول. فاول على مصطفى عصام فوده الفاول الثالث على فوده واوت سايد على طول دوله مكان شوشه
في تغيير لصفوف الاتحاد. شوفها تاني الاعاده. ايهاب امين ياخد الكره ويستلمها ويعمل تعمل معاه السكرين يسلب لعمرو الجندي في البيس لاين. عمرو يقرر يخترق ويعلي الكره وينجع في تسجيل 2 بوينت على طول. عمرو الجندي بعد بنتريشن اروع من عمرو الجندي يوسع الفارق الى 8 نقاط 59-51. 6 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فوده على 3 بوينت ولا اروع. فوده ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات في احداث الكوارتر الرابع. دا الفارق الى 5 نقاط. مصطفى عصام فوده 54-59. سكرين من سيف سمير لمايكل تومسون. مايكل لإيهاب امين يقلب الملعب لمهيب. مهيب على 3 بوينت اوبن شوت بيجي بالرد لكن ما بيجيش بالرد على طول. الديفنسيف ريباوند من هيثم كمال لدولا. دولا يبدا الهجمه. رجع الاهلي زون ديفنس. لسه كنت بقولها والله كنت هقولها. هيثم كمال يطلع كيك اوت لدولا. دولا يدرايف من الميدل يسلم لبيبو لكن تعدي ما بين رجليه. ومصطفى فوده بيشوط في الثواني الاخيره توصل للبوب. ايهاب امين والفاست بريك لكن احمد مهيب يعني ما جريش صح. يعني ما جريش تكنيكالي ما جريش صح. واوتسايد على طول لصالح نادي الاتحاد. هارد لك يا مهيب. فوده شوت 3 بوينت نجح في تسجيلها. والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. عمرو الجندي يخرج واحمد مهيب يخرج ايضا. عمرو زهران مكان ومروان سرحان في النزول. وده تايم اوت يطلبه اعتقد يطلبه كوتش مرعي. 4 اخطاء شخصيه هنا و4 اخطاء شخصيه هنا. اي فاول بتو شوتس على اي فرقتين. توب سكورر عمرو علاء في النادي الاهلي ب 10 نقاط وتوب سكورر ميدو طه ب 12 نقطه في نادي الاتحاد. تعالوا نسمع التايم اوت وتعليمات المديرين الفنيين كوتش اوجوس وكوتش احمد مرعي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ونكمل اللعب مظبوط ضد المنتو كده. التايم اوت اللي طلبه الكوتش مرعي. 4 فاولات هنا و4 فاولات هنا. خماسي الاهلي السيف سمير مروان سرحان عمرو زهران ايهاب امين مايكل تومسون خماسي الاتحاد دولا وفوده وهيثم كمال وعلي محمد وميدو طه. ده خماسي الاتحاد وده خماسي الاهلي. 5 دقائق 14 ثانيه والكره في حيز نادي الاتحاد. دولا على البوينت جارد هو اللي هيستلم ويبدا الملعب. مان تو مان نادي الاهلي قلب بعد اخر هجمتين زون ديفنس. ميدو او دولا ميدو قطع له لسه مع عمرو زهران. عمرو زهران وادي كيك اوت عند علي في البيس لاين يقرر ان هو يعمل الدرايف ويوصل لكن الكره تتعمل ستيل على طول وتوصل لايهاب امين. ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب مان تو مان نادي الاتحاد طلب السكرين. ايهاب ولا هيوسع الملعب. 59-54 4 دقائق 40 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. لسه كرة مع ايهاب عايز يسلم ولا يفنش. هو وقف وصل نجح في تسجيل 2 بوينت على طول. ايهاب امين نقطتين لصالح النادي الاهلي. 61-54 دولا من الاتحاد. لسه كرة مع دولا يسلم لميدو طه. ميدو يعمل سكرين مع ايهاب امين. مصطفى فوده ضغط النادي الاهلي مان تو مان مش بدي فرصه لا للثري بوينت ولا للبيك اند رول. ميدو طه او عفوا فوده. فوده لسه معاه كوره شوت 3 بوينت لكن هنا في فاول. تكنيكال فاول سيميليشن على مصطفى عصام فوده. تكنيكال فاول سيميليشن او تمثيل على مصطفى عصام فوده من لاعب الاتحاد. لو نشوفها تاني في الاعاده يبقى شكرا جدا لمخرجنا.
4 اخطاء شخصيه على مصطفى عصام فوده. الكسندر جليسيتش تكنيكال فاول سيميليشن رميه وحيازه. نشوفها مره ثانيه. ادي مصطفى فوده والستيب باك هيشوط هنا شوت. لكن خلينا يعني مش واضحه قوي بالنسبه لي بصراحه. لكن مايكل تومسون على تنفيذ الرميه والحيازه. على الفري ثرو لاين مايكل تومسون. ما نجحش في التسجيل. خمس محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو، نجح في تسجيل محاوله وحيده. ايضا الاتحاد 4 محاولات على الفري ثرو، نجح في تسجيل ايضا محاوله وحيده. الكسندر جليسيتش. جان بول ادمير زواروبوفيتش والحيازه اهلاويه والضغط اتحداوي. 4 دقائق 9 ثواني على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه. عبر زهران يطلع الاوت يسلم لايهاب امين. ايهاب عدى ايهاب يسلم لعمرو زهران قبل الثمان ثواني. عمرو واختراق عمرو وصل عمرو خد فاول. عمرو التو شوتس والفاول على علي محمد رقم 42. فاول على علي. والتو شوتس لعمرو زهران. عمرو على تنفيذ الفري ثرو الاول. لا ينجح في التسجيل. ما زالت النتيجة 61-54. كوتش اوجوستو وتفكير عميق في المباراة. وعمرو زهران على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. فوكس فوكس او ركز ركز، ده اللي بيقوله كوتش اوجوستي. دولا لمصطفى عصام فوده ياخد سكرين من بيبو يسلم لبيبو. بيبو لهيثم كمال قطع له بيبو، لكن يسلم مصطفى فوده لحميدو طه ويعمل ستيل. ايهاب امين لكن يرجع تاني ياخدها. ميدو طه وادي هيثم كمال وبيحاول يلف ويرتكز والباك بيفوت، لكن ادمير زواربوفيتش قال لك ووكينج واوت سايد على نادي الاتحاد. اوت سايد لنادي الاتحاد. عمرو زهران اوت سايد عفوا للنادي الاهلي. عمرو زهران هيطلع الاوت. سمعه مكان هيثم كمال في التغيير في صفوف الاتحاد. والضغط ما زال اتحداوي والبريس فول كورت. نادي الاتحاد بيطبقه الكوتش مرعي. ايهاب امين ايهاب امين لسه ايهاب امين مضغوط عليه يعدي يسلم لمروان سرحان. مروان يلحق الكوره لكن هنا ووكن على مروان سرحان. مخالفة المشي بالكرة على مروان سرحان. 62-54 لصالح نادي الأهلي. دقيقتين 3 دقائق 28 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. مايكل تومسون قدامنا على الشاشة. فودة لسه فودة معاه الكرة. سلم للسمعة. إسماعيل أحمد لبيبو. بيبو لمصطفى فودة. هاند اوف مع ميدو طه وسكرين من اسماعيل. يحاول يعدي ميدو لكن تخبط كده في رجله وبتروح لعمرو الجن عمرو زهران. ودنك عمرو زهران ينجح في تسجيل نقطتين ويعلي الفارق 54 للاتحاد 64 للاهلي. فرق ال 10 نقاط. عدى بطريقه حلوه قوي عمرو زهران. 2 بوينت للنادي الاهلي. اسماعيل احمد والستيل من ايهاب امين والان سبورتس مان لايك فاول من الكابتن عمرو ابو علو بعد ما اسماعيل احمد او السمعه يمسك تي شيرت ايهاب امين بعد ما عمل الستيل منه والرميه والحيازه لصالح البوب ايهاب امين. 1 سبورتس مان لايك فاول على اسماعيل احمد او السمعه. ايهاب امين على الفري ثرو. ايهاب نجح في تسجيل فري ثرو
الاولى رميتين وحيازه. دقيقتين 51 ثانيه 65 54 والفري ثرو الثاني ايهاب امين ما بينجحش في التسجيل. اوتسايد للاهلي 251 ثانيه زي ما حضراتكم شايفين. مايكل تومسون يسلم لسيف سمير، سيف يحاول يلعب واحد على واحد، بيبو تحت الباسكت معاه يجيله دبل تيم يسلم لعمرو زهران، درايف عمرو زهران بالزاين والاسيست والاروع، لكن بيبو كان ليه راي تاني بلوك اجمل من كده مفيش، وفص بريك سريع للاتحاد لكن توصل كده متاخره لدولا وتروح ترن اوفر على نادي الاتحاد على طول تقول الكره لصالح نادي الاهلي. لكن الدرايف كان حلو من عمرو زهران والباصه والاسيست العمر مروان سرحان جميله، لكن البلوك كان برضو ايضا روعه من بيبو لاعب نادي الاتحاد. مايكل تومسون ما زال مهمه مصطفى عصام فوده تولي رقابه مايكل تومسون، يسلم لعمرو زهران، دفاعات قويه من مصطفى فوده على مايكل تومسون. 65 54 مايكل لمروان سرحان على الاوبن شوت، تراجع وراح وقرر ان هو شوت لكن ما بينجحش التسجيل. ايهاب امين على الديفنس اوفنسيف ريباوند، لكن هنا في فاول، هنشوف الفاول على مين. شوف الفاول على مين. لكن التو شوتس لايهاب امين. ايهاب على تنفيذ الفري ثرو الاول. ينجح في التسجيل الفري ثرو الاول 66 54 يعدي النتيجه وياسر صالح في التسخين للنزول. هنشوف هينزل مكان مين وشوش هينزل دلوقتي. وايهاب امين على الفري ثرو الثاني. 10 محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل اربع محاولات على الفري ثرو في احداث هذا الكوارتر. وادي ايهاب امين على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل. ياسر صالح من نادي الاتحاد وعمر عزب من نادي الاهلي مكان مصطفى فوده. ياسر صالح وهنشوف عمر عزب نزل مكان اعتقد عمرو زهران. دولا يسلم لاسماعيل احمد او السمعه. عمرو زهران موجود في الملعب مكان ايهاب امين. شوشه شوشه درايف شوشه يلف ويرتكز يدور على الكيك اوت يسلم لبيبو. بيبو لدولا. دولا يحاول يلعب واحد على واحد يعمل الدرايف بالميدل وينجح في الحصول على فاول على مروان سرحان. فاول الثاني على مروان سرحان. تو شوتس على طول لدولا. ليها 57 ثانية 13 نقطة هو الفارق لصالح النادي الأهلي. ما بينجحش في التسجيل الفري ثرو الأول دولا. والفري ثرو الثاني دولا او احمد عادل ينجح في تسجيله على طول في تغيير. شوف فيه صفوف الاهلي ايهاب امين مكان عمرو زهران. مودي الجرح الكابتانو بيشجعه اول سنه درجه اولى عمرو زهران هذا الموسم. ضغط نادي الاتحاد مروان سرحان يستلم ويسلم لعمر عزب. ضغط شوشه على عمر عزب. عمر بيعدي يسلم لايهاب امين بالهاند اوف يفتح الملعب خد السكرين من سيف. لسه ايهاب امين معاه الكوره محاولات للاختراق وهنا بيحصل على فاول. سلامات لايهاب اعتقد الفاول على يوسف شوشه. يوسف شوشه فعلا ده الفاول الرابع على يوسف شوشه. فاول على يوسف شوشه والتو شوتس لايهاب امين. ايهاب على تنفيذ الفري ثرو الاولى 14 ثانيه يوسف شوشه. دي 40 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه 67 55 ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول ايهاب امين. ايهاب على تنفيذ الفري ثرو الثاني.
نجح في تسجيل ايضا الفري ثرو الثاني. عمرو زهران ينزل بدل ايهاب امين، استغلاله في الدفاعات وفي الفاست بريك لعمرو زهران. تلقى التشجيع من عمرو الجندي. وادي دوله يعدي من الملعب يسلم للسمعه مع مروان سرحان. بيبو لدوله مره ثانيه، بساط سريعه يقطع اسماعيل. اسماعيل يلف ويرتكز، حاول يلعب واحد على واحد، يطلع كيك اوت ياسر صالح على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم سيف سمير ويسلم لمايكل تومسون. مايكل عدى مايكل ومعاه ياسر صالح. مايكل لسه الكره مع مايكل تومسون. مايكل تومسون مع ياسر صالح. دقيقه 10 ثواني على انتهاء احداث الكره الرابعه والمباراه. عمرو زهران عايز يلعب واحد على واحد، جاب له سكرين، يعمل الدرايف، يلف ويرتكز ويروح ويوصل ويسجل بالتو بوينت وسبرين انكل. اه ده شد في السمانه. سلامات سلامات لعمرو زهران، سلامات لعمرو زهران. اخر دقيقه وثلاث ثواني وباسكت تو بوينت لعمرو زهران واصابه نشوفها مره ثانيه. ادي التو بوينت سجلهم وهو نازل يعني رجله اليمين السمانه تقريبا، في حاجه في السمانه، شد وارهاق في سمانه عمرو زهران. الف سلامه على عمرو زهران وعلى كل لاعبتنا في كل الفرق. نزلوا الجهاز الطبي، الكابتن هيثم وكابتن طارق الغنام المدير الاداري بنازل بيطمن عليه، وابراهيم الجمال ومودي الجرحي كباتن الفريق برضه بيطمن عليه، و الكسندر جليسيتش واقف معاه بيطمن على حالته. هنشوف الدكتور هيقرر ايه، هل هيخرج وهيتم علاجه وينزل مره ثانيه. تايم اوت هنا طلب. تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد مرعي، وعمرو زهران قام بالسلامه. سلامات لعمرو. كوتش احمد مرعي ما زال في التايم اوت واعطى التعليمات. هل هي كدمه؟ يعني سامعين في الصوت من الملعب بيقول كدمه، يعني نتمنى له الشفاء العاجل عمرو زهران، بس هو ماشي كويس الحمد لله. و ادمير زواربوفيتش بينهي التايم اوت، خلاص بيبلغ الكوتش احمد مرعي بانتهاء التايم اوت. مروان سرحان، عمر عزب، احمد مهيب، وسيف سمير، ومايكل تومسون. ده خماسي النادي الاهلي مايكل تومسون نزل مكان عمرو زهران. سلامات يا عمرو. خماسي الاتحاد، حاتم بحيري، ياسر صالح، دوله، واسماعيل احمد. والحيازه ستاتي في منتصف ملعب النادي الاهلي ومعاها ال 14 ثانيه. خامس نادي الاتحاد هو بيبو. حاتم بحيري هيطلع الاوت للاتحاد. سكرينات عشان يستلم نادي الاتحاد، سلم لبيبو، هندف على طول مع دوله. دوله بيحاول يعمل اختراق دوله، لكن في عمر عزم على طول معاه فاول، يرتكب فاول وخطا شخصي واعتراض من دوله وتهدئه من ادمير والكسندر. خلاص خدت الفاول، يعني هو انا مش قصدي حاجه طبعا يا جماعه، هو ملخص كلام الحكم، انت خدت الفاول خلاص مفيش داعي للاحتكاكات، والكلام ده هيطبق على الفرقتين مش على فرقه واحده. عمر عزم فاول، ثلاث الاخطاء الشخصيه عمر عزم. يعني هي الصورة أبلغ دليل. تكنيكال فاول على دولة، وهنرجع للتو شوتس لدولة ورمية، ونرجع للتو شوتس زي ما الكسندر جليسيتش شاور كده، رمية للنادي الأهلي وهنرجع للتو شوتس لدولة. وان شوت على الفري ثرو مايكل تومسون. نجح في تسجيلها، هنرجع على طول التو شوتس
زي ما شايفين قدام حضراتكم الكسندر جليسيتش. هنرجع للتو شوتس الدولة 58 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة 72-55. دولة على تنفيذ الفري ثرو الاول، نجح في التسجيل. سبع محاولات نادي الاتحاد على الفري ثرو في الكوارتر الرابع، نجح في التسجيل ثلاثة. وادي على الفري ثرو الثاني، دولة ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من مهيب، يسلم لمايكل تومسون. مايكل حاول يعدي مع دولة، يعمل الدولة الستيل، سيطر على الكرة ويوصل وينجح في تسجيل 2 بوينت. ده الفارق إلى 58-72، آخر 45 ثانية في زمن أحداث الكورة الرابعة. وادي تكنيكال فاول ثاني على دولة. إيديمير زواربوفيتش يحتسب سيميليشن تكنيكال فاول أو تمثيل على دولة، وتو شوتس وحيازة لصالح النادي الأهلي. ديسكواليفايد على دولا، نزل مكانه ميدو طه، وان شوت وحيازه لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون على الفري ثرو، نجح في التسجيل. خمستاشر محاوله للنادي الاهلي، نجح في التسجيل. تسع محاولات على الفري ثرو في الكوارتر الرابع. اوتسايد اهلاوي والحيازه اهلاويه 73-58، 40 ثانيه او 48 ثانيه عفوا على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. مهيب ضغط نادي الاتحاد، حاول يسلم، سلم عمر عزب فعلا قبل خمس ثواني، سلم لمهيب مره ثانيه، مهيب يقف ويسلم لعمر عزب. عمر عزب يقلب على طول ملعب مروان سرحان، يهدى عمر عزب مره ثانيه، عايز يلعب لاخر ثانيه في زمن الهجمه. ياخد السكرين من سيف سمير، عمر عزب لسه الكره معاه، يسلم لسيف، سيف على الميديا، يتراجع عن موقفه، حاول يسيطر على كورته، لكن هنا الدبل دريبل على سيف سمير، على طول الكره في حيازه نادي الاتحاد 73-58. 15 نقطه فارق. ميدو طه عدى قبل الثمان ثواني، ميدو يسلم للسمعه اسماعيل، لا بيبو لحاتم بحيري، ياخد سكرين، سلم ميدو لاسماعيل تحت الباسكت، يلعب واحد على واحد ويسجل 2 بوينت. ميدو او مايكل توبسون من الاهلي حاول يعدي ويسلم لعمر مروان سرحان، سيف سمير لمهيب. خلاص انتهت احداث المباراه وارتضع الفريقان ب الفوق بنتيجه المباراه. مبروك للنادي الاهلي في جيم 2، حظ اوفر نادي الاتحاد. فوز النادي الاهلي على نادي الاتحاد 73-60 لصالح النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباريات اخرى. نتيجه المباراه النهارده 60-73 لصالح النادي الاهلي. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، على ان نلقاكم باذن الله في مباريات اخرى. الف مبروك للنادي الاهلي، هارد لك نادي الاتحاد. كده التعادل ما بين الفريقين 1-1 في سلسله او السيريز بيست اوف فايف، نهائي دوري موسم 21-22 ما بين الاهلي والاتحاد. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وزملائه وضيوفه الكرام، اليكم الميكروفون. The Egyptian Basketball Federation.